في اللحظات الحرجة مشاهدينا الكرام، في اللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام من الجنب الثاني، من الجنب الثاني ولا هناك 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 عند كبر حميدان، الشاهينية للسيد علي بن محمد بن حميدان، سلام يا العوير، سلام سلام يا العوير، سلام تهانينا والناموس للسيد علي بن محمد بن حميدان ماخذ المركز الأول، تهانينا والناموس. المركز الثاني بنشوف المركز الثاني سيد مطارب ولا من الجنب الثاني، من الجنب الثاني مشاهدي الكرام السيد ثاني بن شاهين المرار مشاهدي الكرام خذت المركز الثالث ولا المركز الثاني، المركز الرابع المركز الثالث بن دحروي، المركز الرابع والخامس عند اللجنة. هذه النتيجة مشاهدي. الحب الكريم مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء وعلى البركه، نبدا بشوط اخر او الشوط الرابع عشر في مجموع اشواطنا. يتحرك بوزن الابكار، يتحرك بهذه الاثاره والقوه والسلالات الاصيله التي تشاركنا في هذا الصباح الجميل. نرحب ايضا بهذا الشوط ونرحب بالمقدمه، نفتتح الاذاعه مع بشاير للسيد محمد بن غليطة الغفلي من يقدم لنا بشاير في اول المراكز. اما المركز الثاني تاتينا اللي هي سمرة السيف بن علي بن راشد بن كليب من يقدم هذا الاسم ايضا الكبير في عالم هذا التحدي. نقلة تالية على المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث. اشوف ايضا شعارات بدأت تهجم 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 هجوم الابطال على المركز الثالث. ونراقب نراقب ايضا الواصله اللي هي نجده محمد بن حمد بن سليم العويسي، وهني ايضا تتواجد اللي هي نجده محمد بن حمد بن سليم العويسي بالمركز الاول من يحمل معاه رقم مميز ايضا الى مقدمه الشوط، رقم ثنائي. يا سلام، روح 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 مع هذا الرقم ومع المركز الاول.